عباس قال إن السلام لا يزال ممكنا بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لكنه شدد على أن استمرار الاحتلال والاستيطان لا يمكن أن يصنع السلام. رئيس السلطة الفلسطينية أكد أن الفلسطينيين سيواجهون تطبيق الصفقة الأمريكية التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية على أرض الواقع حسب تعبيره، موجها انتقادات لما يعرف بصفقة القرن. إن الرفض الواسع لهذه الصفقة يأتي لما تضمنه من مواقف أحادية الجانب ومخالفتها الصريحة للشرعية الدولية ولمبادرة السلام العربية، ولأنها ألغت قانونية مطالب الشعب الفلسطيني. صفقة القرن أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد أواخر الشهر الماضي، لكنها قوبلت برفض فلسطيني قاطع. فالخطة الأمريكية يقول مراقبون إنها تعطي الكثير للإسرائيليين والقليل جدا للفلسطينيين. من واشنطن عن فارولد سيدي ميديا.